امبارح الحقيقة وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل أعلى معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل في الجمهورية، وده كان بواقع 85.7%، وده بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم. خلونا نعرف كل التفاصيل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير يا دكتور، ويعني قراءة حضرتك لمسألة ارتفاع معدلات الشفاء في مستشفيات العزل. الحمد لله، ده دليل واقعي على ان احنا عدينا المرحلة الكبيرة الصعبة اللي كان فيها عدد كبيرة جدا من الإصابات، وطبعا يمكن كان في هذه الفترة أعلى معدل إصابات رصد خلال الفترة اللي فاتت كلها، وده بيعود إن معظم الإصابات كانت بالمتحور الجديد اللي هو أوميكرون، اللي هو كان يعني من ضمن خصائصه إنه بيعدي المصاب يعدي عدد كبير قوي من الأشخاص، بيتراوح بين 14 و17 شخص. نتج عن هذا العدد كتير قوي، والحمد لله احنا عدينا هذه المرحلة، وواضح تماما سواء في الأعداد الرسمية التي تعلن اللي حضرتك قلتي عليها أو اللي أعلنت من شوية، أو الأعداد اللي احنا بنشوفها على أرض الواقع في مختلف أنحاء الجمهورية. والرقم اللي شفتك قلتيه اللي هو 85.7 هو ده المتوقع، لأن احنا عارفين إن معظم الحالات بتبقى حالات بسيطة أو بسيطة إلى متوسطة، والحمد لله معظمها بيعالج خارج اطار المستشفيات. هيفضل 15% او اقل شويه هم دول اللي بيدخلوا المستشفيات او بيدخلوا الرعايات المركزه او بيحتاجوا اجهزه تنفس صناعي. فالحمد لله النتيجه هي نتيجه واضحه وانخفاض في عدد الحالات، وده واضح لنا جميعا، وايضا انخفاض في شده الحالات او حدتها، وان عدد كبير جدا بيشفى الحمد لله في مرحله زمنيه قصيره الحمد لله. دكتور محمد، يعني حضرتك بعد صباح الخير، طبعا حضرتك بدات كلامك ب يعني الحمد لله عدينا المرحله الصعبه، لكن هل انخفاض اعداد المصابين ده دليل على نهايه الموجه الرابعه من الفيروس، ولا اللي احنا عدينا المرحله الصعبه فقط ولسه ما زالت الموجه الرابعه موجوده؟ شوف سيادتك، احنا من الناحيه الاكلينيكيه ومن الناحيه الوبائيه من ناحيه رصد المرض يعني بنكون اكثر حرصا على الوضع الوبائي على حياه الناس وصحتهم من ناحيه ثانيه. نعم، الوباء موجود، انت بتتكلم النهارده سيادتك على 1000 حاله وشويه، بتتكلم ايضا صحيح الحمد لله الوفيات نزلت من 60 حاله، وخلي بالك سيادتك الوفيات دي بتبقى يعني رقم تراكمي، لان الحالات الوفاه ما بتحصلش اكيوت او صادم، بتحصل على مدى 15 يوم او 20 يوم او 3 اسابيع في المستشفى. لكن في الاخر انا عندي مؤشرات بترصد كل يوم او كل اسبوع بسرعه، فالوباء موجود. نعم. ولسه في حالات، ولسه الفيروس منتشر سواء عندنا او في العالم. الوضع احسن، واحنا الحمد لله في كل المراحل الحمد لله كثيرا كنا الوضع في مصر احسن. الحمد لله طبعا. احسن، القطط احسن، الجزء الاعلامي حضراتكم بتقوموا بيه على يعني افضل وجه. ف يعني انا حريص شويه، لان احنا طبعا في حالات والمرض مش حلو، يعني المرض اعراضه برضه صحيح هي بسيطه، لكن طبعا الناس بتشتكي وفي ساعات حراره وفي أعراض تنفسية، فإحنا بنبقى الوضع يعني الاحترازي أو الوقائي لغاية ما الموضوع يوصل إلى مرحلة ثبات أو استابيليتي واضحة، نبدأ نتكلم على هل إحنا بقى خلاص الوباء، لأن الناس كلها بتستعجل يعني، والناس كلها ليها حق، لأن إحنا بقى لنا سنتين بنعاني يعني. صحيح. فخلينا يعني أكثر حرصاً لغاية ما الأمور تستقر تماماً. طيب دكتور محمد، عايز اسال حضرتك عن مساله انه العزل مع اوميكرون بقى ايامه اقل، والناس كتير مثلا بيكون عندها اعراض واضحه جدا، لكن البي سي ار والتحاليل مثلا ما بتقولش ان عندهم كورونا، ازاي يتعاملوا في المواقف ده؟ شوفي يا استاذه هدير، سؤال مهم جدا، سؤال مهم فعلا. احنا في مرحله، حضرتك طبعا امبارح كانت الجو تراب تماما زي ما حضرتك قلت من شويه، واحنا شفنا في انفلونزا موسميه موجوده، في
يا كورونا ومتحوراتها موجودين. في نقطة تانية، لأن في وسط سؤال حضرتك في نقطة هامة جدا، هل ممكن العيان يبقى عنده كورونا والاختبار بي سي ار نيجاتيف؟ طبعا. لأن احنا من زمان قلنا وما زلنا بنقول إن نسبة الإيجابية بتكون 63%. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ممكن سيادتك مريض عنده كورونا ويعمل الاختبار النهارده ويطلع سلبي، ولو عدناه بعد 48 إلى 72 ساعة يطلع إيجابي. فأنا الحالة المرضية في أي مرض بما فيهم الكورونا تقييمها مش بس بي سي آر، تقييمها أعراض إيه؟ تقييمها هذه الأعراض تتشابه مع الكورونا، اصابات الكورونا ولا لا؟ نمره اثنين. نمره ثلاثه، المريض عنده ارتفاع في درجه الحراره ولا لا؟ سته عوامل بحطهم على بعضيهم اوصل بيهم هل الحاله دي ممكن تكون كورونا ولا لا؟ وخلينا احنا في وباء وما زلنا فيه، خلينا نشتبه حتى يثبت عكس هذا. فهي دي نقطه مهمه قوي. البي سي ار ممكن يطلع نيجاتيف والعيان عنده كورونا. انا بس عايز اؤكد على النقطه دي، وممكن نعيدها مره ثانيه تطلع ايجابيه. فخليك في مرحله الاشتباه. ليه بقى؟ حمايه للمريض نمره واحد، حمايه لعيلته واسرته اللي هو معاها نمره اثنين. صحيح. حمايه لزملائه او التلاميذ في المدارس او الجامعات نمره ثلاثه، والمجتمع نمره اربعه. طيب نروح لايام العزل اللي بقت اقل يا دكتور. ايوه فاهم. هي القضيه بتحسم حسب عده عوامل. منهم عامل قلت لسيادتك عليه، لكن هل العيان لما انا بعزله بعد ما يطلع سواء كان في اسبوع او 10 ايام او 14 يوم يبقى سلبي، يعني ما يديش حد تاني ولا لا؟ هي ده، هو ده المعيار. يعني اذا كان العيان قبل كده بنعزله 14 يوم وبس، مش 14 يوم، ده جه مرحله من زمان بيطلع من العزل 14 يوم ويقعد في بيتهم 14 يوم. دلوقتي مدة بتختصر، ليس تسهيلا على المريض، لا لا، هو حمايه له زي ما قلت لسيادتك، حمايه للمجتمع. انا النهارده انت قعدت اسبوع وبقيت سلبي وبقيت غير موادي، ما تنقلش العدوى. هي دي القضيه، ولا بعد 10 ايام ولا بعد اسبوع. على فكره ان ربط العاملين دول بالاعراض الاكلينيكيه المرضيه اللي بيشتكي منها العيان. يعني سيادتك واحد بعد اسبوع وقلت له ممكن تاخده وعمال يعطس ويصح ويرشح، ما هو معدي. صحيح. فخلي بالنا من النقطه دي، والعيان نفسه يعني مع الطبيب بتاعه يحدد. بتسال السؤال ده، انا بقيت كويس، طب كويس عندك اعراض؟ شويه رشح وعطس، معلش خليك يومين كمان. نعم. زي ما قلت لسيادتك العوامل هنا مهمه جدا، مع ربط المده الزمنيه البينيه للعزل بالاعراض الاكلينيكيه اللي بيشكو منها المريض. نعم. طيب دكتور، مع يعني استمرارية وجود الوباء في العالم في الحقيقة مش بس في مصر، لكن شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مثلا من فترة فيديو لمجموعة من الأطفال في إحدى الدول الأوروبية بيحتفلوا برفع الإجراءات الاحترازية والتخلص من الماسك، وشفنا فرحة الأطفال بده. يمكن امبارح، ومش هنروح بقى لبعيد، تحديدا السعودية رفعت الإجراءات يعني الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. هل ممكن نشوف ده في مصر قريب؟ إن شاء الله. خلي بالك سيادتك يا أستاذ أحمد، الحمد لله برضو تاني، يعني بحمد الله وأشكره والقيادة السياسية اللي عملوه في هذه الأزمة وكلنا شاركنا فيها. الحقيقة بقول حاجة، كل دولة بتقيم الوضع الوبائي عندها، تقيم الإجراءات الاحترازية والوقائية، بتقرر حسب ظروف انتشار المرض كم نسبة التطعيمات تمت قد إيه، وبتتحط دي عوامل كلها جنب بعضيها وتقدر تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لحماية الناس أولا وعدم تأثيره على الاقتصاد القومي أو الإنتاج أو الكلام ده كله. نعم. إحنا الحمد لله يا أستاذ أحمد زي ما أنتم شايفين ومتابعين كويس قوي الآلة الإنتاجية وآلة واقع الحياة في مصر لم يتأثر في بعض الجهات طبعا. صحيح. وأول كان عندنا فعلا يعني حظر لمدة معينة أو كده. إنما عايز أقول لحضرتك إن يعني عندنا في اجتماعات، في لقاءات، الدنيا مفتوحة، الناس بتنزل تشتري، الناس بتروح كلها، عجلة الإنتاج لم تتوقف للحظة واحدة. فأنت حضرتك يعني سياسيا
واللجنه العليا لاداره الازمه برئاسه الدوله رئيس مجلس الوزراء بتجتمع وفيها كل الجهات وتحدد الخطوات العمليه الاجرائيه والتنفيذيه حسب ظروف كل مرحله. يمكن ده اللي بياكد عليه دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بفكره ان يعني صحه المواطن لا تهاون فيها، وهو ده اللي بينعكس على اعمال اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا يا دكتور. بالظبط يا فندم، هو سيادتك في الاخر الهدف الرئيسي حمايه المواطن اللي هو نواه المجتمع. صحيح. يعني هو الانسان هو الهدف صحيا واجتماعيا وسكنيا وكل شيء على. دكتور محمد، عايز اسال حضرتك عن الجرعه التعزيزيه او الجرعه الثالثه واهميه حصول الناس على هذه الجرعات التعزيزيه، وهقول لحضرتك يمكن في ناس بتقول انه وانا رايح اخد الجرعه الثانيه لقيت ان انا ما عنديش اجسام مضاده، التفسير العلمي لده ايه؟ شوف حضرتك، كل تطعيم له طريقه في العمل. واحنا عندنا الحمد لله جميع انواع التطعيمات، لكن والله هذا الكلام قلناه من سنه او سنتين يمكن كمان عندما ظهر التطعيم او اللقاحات اللي احنا بناخدها بتشتغل عشان تكون مناعه لجسم الانسان ضد المرض. في التطعيم ضد الفيروسات بصفه عامه وضد الفيروسات اللي هي تنفسيه زي انفلونزا الموسميه وزي الكورونا، التطعيم ما بيديش ما يسمى المناعه الكامله اللي هي بنسميها السوليد اميونيتي. يعني في لقاحات شكل تاخديها انا اخدها بتدي مقاومه دائمه ضد المرض. لكن احنا هنشبه دي بالانفلونزا الموسميه. الانفلونزا الموسميه كل سنه بتتغير، وكل موسم بتبقى متغيره عن الموسم اللي قبله. فالتطعيمات او اللقاحات بتشتغل لمده زمنيه معينه. المده الزمنيه دي قد تكون من 6 لـ 9 شهور. اخذت بال حضرتك؟ فالجرعه دي الواحد لما خد الجرعه الاولى ثم الثانيه، لان التطعيمات بتاعت الكورونا معظمها جرعتين، في نوع جرعه واحده. فبعد شويه خلاص المناعه التي اكتسبت نتيجه لهذا اللقاح قلت، فانت بتديله بوستر دوز او تطعيم ثاني عشان تنشطي هذه المناعه. عشان كده قالوا في حدود 6 شهور ناخد الجرعه المنشطه الثانيه. وبدا الواحد الستك عرفتوها النهارده فيها قد ايه تطعيمات الجرعه الاولى والثانيه والثالثه. فانا بطلب من الساده المواطنين الاعزاء اللي خد جرعتين وجاه زمنه او وقته ياخد الجرعه الثالثه ياخدها، اللي خد اولى وما خدش الثانيه ياخدها، لان اللقاحات بتدي فعلا جزء من الوقايه للمجتمع وجزء من الوقايه للشخص نفسه ضد الاصابه بالمرض. هي لا تمنع بنسبه 100%، هي بتقلل الاعراض، بتقلل فرصه زي ما احنا شايفين كده الفتره الزمنيه للعزل، وفي الوقت ودي الاهم كثيرا بتقلل يعني احتياج المريض لدخول المستشفى من ناحيه او الرعايات المركزه او الذي ادى الوفاه. نعم صحيح. دكتور يعني بمناسبه الحديث عن اللقاحات، عاوزين بقى نستغل وجود حضرتك معانا ونطمن على التجارب السريريه الخاصه باللقاح المصري لفيروس كورونا. التجارب السريريه ماشيه حسب بروتوكول معين بخطوات علميه فنيه طبيه محدده. نعم. تحت ملاحظه ومراقبه، ولما تنتهي التجارب الكلينيكيه السريريه اللي هي المرحله الثالثه من هذه التجارب مراحل مختلفه، بيطلع ويتقال هيئه الدواء المصريه بتشوف هذه النتائج مع المجموعه العلميه التي تشارك في هذا البحث، وبيقولوا اللقاح ده لقاح ايجابي ونستطيع استخدامه في الوقايه من انفلونزا الناتجه او الاعراض الناتجه عن مرض الكورونا. ومؤشر وتابع ويماثل جميع اللقاحات الاخرى. طيب هل متوقع الانتهاء منها خلال فتره زمنيه محدده ويخرج اللقاح ده للنور؟ طبعا هي اصلا ليها فتره زمنيه محدده. شاتك في هذه التجارب الكلينيكيه السريه بيبقى في بروتوكول. قد ايه الفتره دي يا دكتور؟ وهذه البروتوكول بيعتمد من هيئه الدواء المصريه. نعم. ومطلوب منه كمان انك تلاحظ لفتره زمنيه معينه تراقب المريض او الانسان اللي خد اللقاح وتتاكد ان ليس هناك اثار جانبيه، ثم تعلن هذه النتائج، وبعد كده بيعتمد هذا الاعلان ده يا دكتور متوقع امتى؟
لا ملوش وقت معين لغايه ما ينتهي التجارب. يعني كان في ناس بتتكلم عن 6 شهور تحديدا يعني. ما هي الفتره الزمنيه للتجارب 6 شهور، وبعدين حضرتك بتبلور هذه النتائج الى بحث علمي ينشر ويعلن ويعتمد، وبعدين تقول خلاص اللقاح ده ممكن اعتمد. عظيم. دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقايه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده في صباح الخير يا مصر. شكرا يا استاذ عادل، استاذ احمد. شكرا دكتور.